إخواني المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير ويجعل أيامكم كلها سعادة وكلها هنا. إحنا اليوم بدنا نحكي عن قضية شاغلة الشارع الأردني، وهي قضية ارتفاع أسعار الكهرباء. طبعاً ارتفاع أسعار الكهرباء هذا الموضوع يؤرق جميع مكونات الشعب الأردني، كتجار، أصحاب مصانع، أصحاب ورش، لأنه الكهرباء بتدخل كل مخرجات كل مدخلات العملية الاقتصادية شو ما كان نوعها، هل كانت تجارية، هل كانت صناعية، أو حتى لو كانت خدمية. إحنا كثير من الناس بتشتكي من الكهرباء، تحكي لك فاتورة الكهرباء عالية، بس مجموعة من الناس ما بتطلع على إنه المشكلة برا فاتورة الكهرباء، مش داخل فاتورة الكهرباء. سمعنا من ناس كثير من أصدقائنا وإخواننا قاعدين بيعطوا تفسيرات عن كيف بتنحسب الفاتورة، عن فرق الوقود، عن الجهد والتيار والنفايات والضريبة والكذا وزي، بس ما حدا طرح موضوع مشكلة الكهرباء من خارج فاتورة الكهرباء. المشكلة احنا عندنا بالكهرباء انه نظام سوق الكهرباء عندنا سوق احتكاري. كيف يعني سوق احتكاري؟ يعني مش مفتوح للتنافس ما بين الشركات المختلفة. وإذا ضربنا مثال، خلينا نضرب مثال قطاع الاتصالات. كلنا بنتذكر قطاع الاتصالات قبل 15 أو 20 سنة كيف كان. قطاع الاتصالات كان التلفون الأرضي، وكان نظام الاتصالات يعني صعب شوية. لما دخلوا المنافسين فيه، كلنا الآن قاعدين بنشوف شركات مثل زين وأمنية وأورنج كل يوم بيطلعوا بعرض جديد، كل يوم بيطلعوا بأوفر جديد، بينزلوا الأسعار، شيء أوفرات على النت، عقود بكون أسعارها كويسة. فالآن أصبح سوق الاتصالات عندنا بالأردن من أرخص الأسواق بالمنطقة ومن أجود الأسواق في تقديم الخدمات عندنا بالمنطقة. وهذا الحكي إحنا لو يتطبق على شركة الكهرباء، تمام؟ هسا الآن شركة الكهرباء لو نوضع نفتح موضوع على التنافس، راح يصير تسهيل على المواطنين وتسهيل على جميع القطاعات بالأردن مثله مثل قطاع الاتصالات. بس قبل أن نحكي الآن عن فتح الاستثمار في قطاع شركة الكهرباء، خلينا نفهم كيف شكل شركة الكهرباء، لأنه شركة الكهرباء مش كيان واحد زي ما الناس بتتخيل، يعني مش الكيان الوحيد اللي بنروح احنا ندفع لهم المصاري. شركة الكهرباء يعني شركات الكهرباء ثلاث أنواع. في شركات اسمها شركات توليد الكهرباء، وهذه الشركات، وفي شركات نقل الكهرباء اللي هي شركة الكهرباء الوطنية نبكو، وهذه معظم الفيديو تبعنا اليوم راح نحكي عن وضعها القانوني ووضعها الحالي بالسوق الأردني. وفي شركات توزيع الكهرباء. إضافة إلى ذلك في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، تمام؟ الآن خلينا نحكي عن شركات توليد الكهرباء. في شركات بالأردن العديد من شركات توليد الكهرباء، وهذه الشركات في مثل شركة توليد الكهرباء المساهمة العامة ولها محطات توليد مثل محطة العقبة الحرارية، محطة الحاب، محطة توليد جنوب عمان، محطة الحسين الحرارية. وفي شركة توليد خاصة مملوكة للحكومة اللي هي شركة كهرباء الخربة السمراء. وفي شركات توليد كهرباء للقطاع الخاص لمستثمرين أمريكان ومستثمرين كوريين، وهي شركة توليد شرق عمان وشركة توليد القطران. الآن خلينا نحط شركات التوليد على جنب، أوكي؟ بدنا نحكي الآن عن شركة نقل الكهرباء، تمام؟ وهي هذه شركة الكهرباء الوطنية. هاي الشركة تشتري الكهرباء من محطات التوليد وبتبيعه لمحطات التوزيع، تمام؟ إذا هاي الوسيط اللي بتشتري الكهرباء من محطات التوليد وبتبيعه لمحطات التوزيع. هاي شو وضع هالشركة؟ أقول لك هي شركة خاصة مملوكة للدولة بالكامل. شركة خاصة مملوكة للدولة بالكامل. طب شو الفرق بينها وبين القطاع العام؟ أنا بحثت، شفت انه في العديد يعني من النماذج هاي موجوده بالعالم، انه بكون الشركه زي هاي حتى يفتحوا لباب للاستثمار فيها. بس احنا بالاردن الشركات اللي زي هيك، الشركه الخاصه المملوكه للدوله بالكامل، اللي بتختلف عن القطاع العام، بس اللهم انه التوظيف فيها لا يتبع لديوان الخدمه المدنيه. التوظيف فيها هاي الشركات نفسها هي بتنسب شو بدها موظفين، شو بدها عمال، بدون الرجوع لديوان الخدمه المدنيه. دور ديوان الخدمه المدنيه بالموضوع فقط ضمان حسن سير الإجراءات، يعني بس بتأكدوا إنه صار في مقابلات للمدعي للتوظيف، أو صار في منافسات أو امتحانات تنافسية. أما إنه ديوان الخدمة ينسب للناس هذه أو للشركات هاي إنها توظف، ما في، تمام؟ طيب، هاي الشركة بتحمل ثلاث رخص: تشغيل النظام الكهربائي، وهي مالك شبكة النقل، وهي المشتري الوحيد للطاقة الكهربائية من شركات النقل،
تمام. وهاي المشكلة بالموضوع إنها هي المشتري الوحيد للكهرباء من شركات توليد الكهرباء، لأنه حسب ما فهمناه من أصدقائنا بشركات توليد الكهرباء هذه قاعدة بتشتري الكيلو واط تقريبا ب 15 فلس، يعني بقرش ونص. ولما تيجي تبيعه لما تيجي بتبيعه لشركات توزيع الكهرباء، شركات توزيع الكهرباء قديش بتبيعه للمواطن؟ بتبيع حسب الشرائح من استهلاك كيلو واط ل 160 كيلو واط تقريبا 33 فلس، يعني نسبة الربح 120% للناس اللي بتعرف تحسب بالرياضيات او لها شغل بالرياضيات. طبعا حسب الشرائح حتى يصل لشريحة 501 الى اعلى بتبيعهم اياه تقريبا، حتى يكون الرقم دقيق، ب 114 فلس، يعني نسبة الربح تراوح 900% او 1000% تقريبا. فالان هذه الشركة هي المشتري الوحيد، ولا يحق لأي شخص ولا أي مواطن أنه يولد كهرباء أو أنه شركة توزيع تشتري من شركة أخرى. يعني مثلا مصنع بده يوفر فاتورة الطاقة عنده، يركب ألواح شمسية أو يركب طاقة رياح أو حتى ينزل من فاتورة الطاقة أو يقلل من مصاريفه، ممنوع الحكي هذا حسب القانون، قانون تنظيم قطاع الكهرباء لسنة 2002 والمادة رقم 49 اللي شو نصها؟ يعاقب كل من يقوم بأعمال توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو تزويدها أو توزيعها أو تشغيل نظام النقل دون رخصة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50,000 دينار ولا تزيد عن 100,000 دينار أو بكلتا العقوبتين. لاحظوا أخواننا المتابعين، إحنا ما بنحكي عن عملية العبث أو السرقة من الكهرباء، إحنا بنحكي عن واحد بده يركب يعني واحد بنى دار بده يركب خلايا شمسية بدوش يشترك بشركة الكهرباء، بده ياخذ من شمس ربنا، تمام؟ او مصنع بده ينزل فاتوره الطاقه عنده، بده يعمل نظام طاقه ما يعتمد فيه على شركه الكهرباء، هذا بيحبسوه من سنه لثلاث سنين وبدفعوه غرامه من 50,000 الى 100,000. طبعا اذا عرفنا انه في 40,000 منشاه بامريكا، تمام، بتعتمد على مصادر الطاقه اللي زيك، مش معتمده على شركات الكهرباء، هي معتمده على مصادر طاقه ذاتيه هي ركبتها حتى توفر الطاقه وتقلل من فاتوره الطاقه، يعني متاجر وول مارت، شركة بي ام دبليو، جوجل، كل الشركات هذه قاعدة بتتبع الأسلوب هذا بتوفير الطاقة لشركاتها حتى تقلل من فاتورة الطاقة. طبعا هسا أي مصنع أو أي مؤسسة أو أي شركة لما تقلل من فاتورة الطاقة بده يرتد بالعائد على الشركة وعلى القطاع الخاص. يعني هسا مصنع فاتورة الطاقة تبعته ب 20,000 شهري، إذا صارت 10,000 شو بده يسوي بال 10,000 الثانيات؟ يا بده يوسع مصنعه ويخلق فرص عمل ثانية، يا انه بده يقلل من اسعار منتجاته حتى تتوزع وتتسوق بشكل اكبر. ولكن هذا الحكي ارتفاع فاتوره الطاقه اصبحت مؤرقه جدا لجميع القطاعات. طبعا الحكي هذا اذا بدنا نشبهه احنا بنقدر نشبهه لنظام الاستعمار. الاستعمار زمان ترى ما كانوا مثلا الاستعمار الفرنسي او الاستعمار البريطاني ما كانوا يجوا على دور الناس واراضي الناس ويسرقوا قروشهم وكذا، لا لا مش هيك كان الاستعمار. الاستعمار كان بمنح امتيازات لشركاتهم اللي تكون هي المسؤولة عن ثروات هاي البلاد. وأقرب مثال للحكي هذا شركة الهند الشرقية البريطانية. هاي الشركة كانت هي ماخذة عطاء كل تجارة من الشرق للإمبراطورية البريطانية، طبعا بريطانيا العظمى هذيك الأيام اللي لا تغيب عنها الشمس، فهاي كانت ماخذة عطاء التجارة، هاي كان ممنوع حدا يتاجر أو يبيع لأي مكان من الشرق إلا الشركة هاي، تمام. وهاي الشركة كان إلها صلاحيات ومحمية من القانون وكانت تقدر تسن القوانين زي القانون تبعنا، كيف بحمي الشركة ممنوع حدا يشتري من إلا ممنوع حدا يبيع إلا للشركة هاي. والشركة هذه كانت تسن قوانين ممنوع حدا يشتري أو يبيع من شرق آسيا إلا من الشركة هذه، وكان عندهم صلاحيات إنهم كمان يطبعوا عملة، وكان إلهم حتى يقدروا يستخدموا العنف، كان إلهم ذراع عسكري ويقدروا يستخدموا العنف، مع إنه فكرة الدولة قائمة على احتكار العنف بجهة معينة، بس هذه الشركة كانت قائمة بالأمور هذه كلياتها. حتى إن هذه الشركة ميزانية الإمبراطورية البريطانية العظمى كان 20% منها قائمة على ضرائب هذه الشركة. فهذا نظام الاحتكار نظام مستمد من النظام الاستعمار. فإحنا الآن بالأردن إذا حبينا نطور نظام الكهرباء عنا خلينا نفتح نظام التنافسي، مع إنه القانون بالمادة رقم 48 بيحكي على الهيئة اللي هي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، على الهيئة مراقبة تطور القطاع في المملكة بصورة مستمرة لغايات الانتقال من المشتري المنفرد إلى سوق الكهرباء التنافسي.
يعني أهداف نهائية. لما سووها بدنا ننتقل من المشتري المنفرد للسوق الكهربائي التنافسي، ولكن الحكي هذا ما بصير، مش قاعد يصير على أرض الواقع. طبعا في تجارب كثيرة مشاكل بالكهرباء كانت تصير بدول العالم كلياتها. يعني في بريطانيا كانت في 8 شركات أمريكية مسيطرة على سوق توليد الكهرباء، فقاموا الأمريكان فقامت ضخت شركة عملة خلت شركات تدخل بسوق المنافسة ودعمت هذه الشركات حتى تنزل من فاتورة الكهرباء. والحكي هذا كمان بألمانيا كان في 4 شركات نقل كهرباء، احنا حكينا في فرق ما بين التوليد والنقل والتوزيع، كان في 4 شركات نقل كهرباء هي اللي مسيطرة على سوق التوزيع بشكل كامل. فكانت الدولة تتدخل انها بتعمل منافسين، تفتح المجال لمنافسين تدخلهم، وحتى انها تدعم هذول المنافسين انهم يكونوا موجودين ويقدروا ينزلوا اسعار الكهرباء على الناس المستفيدين. احنا في اللجنة النيابية المشتركة المالية ولجنة الطاقة والثروة المعدنية. هاي اللجنة اجتمعت تقريبا بتاريخ 13/1/2019، هاي اللجنة برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين. هاي اللجنة لما اجتمعت مع شركات الكهرباء، لما اجتمعت مع لجنات مع شركات الكهرباء، طلبت من شركات الكهرباء فقط انه تشيل بند فرق اسعار الوقود. لا، احنا طالبين الان من مشرعي القوانين ومن الذوات النواب، اوكي عارفين مجلس النواب الان تقريبا قرب يخلص، اما المجلس القادم او اي شخص بسن القوانين او له قدره على سن القوانين وتشريع القوانين انه ينتبه للنقطه هاي وفتح باب الاستثمار، وما يكون ما يكون شركه الكهرباء مشتري وحيد لتوليد الكهرباء اللي بيصير بالوقت. طيب الان احنا بنحكي عن شركات التوزيع الموجوده بالكهرباء. هاي شركات التوزيع هاي شركات بتبيع اللي بتشتريه من الشركة الوطنية، شركة الكهرباء الوطنية اللي هي نبكو اسمها. هاي في شركة الكهرباء الأردنية، وهاي الشركة بتوزع بعمان وبالزرقاء وبالسلط ومادبا، يعني مناطق الوسط تقريبا. وفي شركة اسمها شركة كهرباء إربد، هاي الشركة بتوزع للشمال لإربد وعجلون وجرش. وفي شركة ثالثة اسمها شركة توزيع الكهرباء، وهاي مسؤولة عن التوزيع بالجنوب بالعقبة وبمعان. فالآن من أهم الضرورات إن الآن حتى إنه سوق الكهرباء يصبح سوق تنافسي، ما يظل سوق المشتري الواحد، وإنه المواطن الأردني يلمس الفرق بالفاتورة، يجب أن نفكر خارج الفاتورة، يجب أن نفكر بظروف السوق. السوق الاحتكاري سوق غير صحي، وراح تظلها الكهرباء غالية عنا، وراح تظلها شركة الكهرباء بتخسر، مع إنه مع الأرقام البيع والمشترى كيف بتخسر الواحد ما بيعرف، فهمت علي كيف؟ ولكن يجب إنه فتح سوق الكهرباء للمستثمرين. كثير الآن مستثمرين بدهم يستثمروا بسوق الكهرباء، بدهم بس الشروط اللي بتشترطها عليهم الشركة الكهرباء الوطنية وبالقانون إنه لازم نشتري منك، وإحنا بنشتري منك بالسعر هذا وممنوع تبيع لحدا غيرنا. طبعا في دراسات بتقول لك إنتاج شركات التوليد هذه تقريبا 5.4 جيجا بايت، والأردن كله بيستهلك تقريبا 3.8 جيجا بايت، في فائض تقريبا 1.6 جيجا بايت. ليش الفائض هذا يعني موجود؟ الفائض هذا موجود يعني خاصة انه في شبكات ربط مع الدول الاخرى، في يعني بعض الارهاصات انه راح يتم بيع وتصدير الطاقة للدول الاخرى. اوكي ما في مشكلة، انت بتبيع وبتصدر للدول الاخرى بحالة انه السوق مستقر عندك، بحالة انه اسعار الكهرباء عندنا بالاردن يعني مناسبة للوضع الاقتصادي. الكهرباء الان من اهم مشاكل العملية الصناعية بالاردن. كثير اصحاب مصالح كانوا يقولوا لنا احنا يعني مدخلات الانتاج تبعتنا بس تجميع كلف بسيطه، اما الكهرباء هي اللي كانت المشكله الكبيره علينا. شكرا لكم على استماعكم الفيديو، واتمنى انه يلاقي اذان صاغيه من اخواننا في صناع القرار، والله يمسيكم بالخير.